بمناسبة صدور العدد السنوي الثاني من مجلة سميثسونيان، تم اختبار حقيبة تساعد في الطيران. ارتدى أحد الأشخاص الحقيبة التي تطير بواسطة الضغط الناتج عن الحق الداخلي للهيدروجين والنيتروجين، وطار بها في مبنى رونالد ريغان بواشنطن. ولكن القيام بهذا العرض تم استئذان هيئة الملاحة الجوية بسبب قرب المبنى من البيت الأبيض.